يا دنيا دوري يا زمان، يا دنيا دوري.
عايشين يا اخوي. امنه انتي دور علي خالي خالي يا اخوي دور علي يا احلى لك يا ودي. عرفتيني يا امنه؟ عرفتك يا اخوي الا سمعت وسمعت دور حالك كر علي كر علي يا خالد كر علي يا خالد الله يبارك كر علي يا اخوي ان شاء الله كويسه شيبت يا ودمني نحمد الله الزمن يا كيف حالك كيف انك الله يبارك فيك فكك من السجن الليله ونمتين كل الليله جيت عليك طوالي كر علي يا حبيب قساي كر علي الحمد لله على السلامه الله يسلمك حي الله يتبرك عارف عباس عارف عارف كل مواعيدك جيت فيها دي صعبه خلاص مش عارف وانا يا اختي انا كر علي يا خالد انا بس قلت اجي ازورك وما عايز اسبب لكم اي ازعاج ما في ازعاج ما عايز اسبب لكم ازعاج فشني يا رشا مالك ما في زول ده 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 زول داير هنا شحات داير ليه وهو صدقه وبس ما عندنا ما شاء الله دي حاجه لكن يا ماما ابتدى ادخلي يا بنت ادخلي ادخلي الله يدينا ويديك يا ابن العم الله يدينا ويديك تبارك الله يدينا ويديك يا اخوي الله يدينا ويديك ماما دقيقة دقيقة يا بنتي قلت لك ادخلي ده شحاد ونرى الله يدينا ويديك وانت هنا خلاص ماما الزول ده بيشبه خالد خالد شبه في الصورة خالد خالد ياتو والله بيشبهه بس الفرق انه ده مشيب كده وكبير كده دقيقة على الأرض راح يا بنتي عليك الله راح اديك لبستك انت مش كنت دايرة اللبسة من الدولاب اللي فوق راح اديك ليها ده شنو ده بدي؟ 1000 جنيه لينا؟ عارف انا عديتك ليه؟ ليه؟ بس لانه بتشبه لي زول عزيز علي خالص الله معك كتر خيرك
كتير ما تلاقيني. انت عارف انا بحبك كتير يا عم. طبعا يعني خالد ما في اثنين ثلاثه اخوة عمرها ما بتكون يعني. الله ده حي لقاك هنا. ادخل تفضل. سيد عوض المدير بيقول لك اسف استاذ عوض. معاك ضيوف؟ لا ما في مشكله. ده حسين هاي. طيب يا حسين اعتبر الموضوع بتاعك منتهي، انا بحل لك مشكلتك وبصلكم في البيت ان شاء الله. مع السلامه. تفضل انت يا عم شاسي. وعيد سيادتك. الله يسلمك. تفضل. السلامة. الله يبارك فيك. تفضل خلاص انت امشي، انا بحل لك مشكلتك باذن الله تعالى. الحمد لله. قلت لي المدير عاوز شنو يا ياسر؟ خيرا. تعال تزوج نينك. تفضل قوم. نعم. تفضل قوم، شوف لك شغل. امشي. قوم. ايوه. حاضر. تفضل امشي. قايم خلاص، قلنا قايمين. ايوه تفضل. اي قايمين خلاص. خلونا في حالنا. تفضل امشي، شوف لك شغل. امشي. مشينا خلاص. اوف. يا ما بدي يحصل بنتك دي بالطريقه دي لحد الساعه 5 بالليل. يا عيني يا عيني، دول الدم يا عيني. عصمه يا عيني، بس بيجي الشغل
ايوه ايوه جاهز. فيها مشكله دي؟ نادي لنا ابو دايما يعني. بالروب بيجي براوي بيجي خط العز لا ساعد لا تعمل حاجه كمان في النهايه عرفنا خدامين لا حول الله. ايه الدوشه يا اولاد؟ ايه الدوشه دي؟ خلاص راح كلنا يا جماعه. بسم الله. ما تخش العيد انت هاك قاعده من ساعه يا اخي دي شغلتك انت فيها عملت العيد. يا بابا وصلت وما ضايعتي ولا قاعد في الحال. بسم الله. بابا قريب انا مفروض اخلوه معي. الله يجعلني جوع. انت اصلا ما فترته في المكتب صح؟ نشيد الخير شغلت عليه مع قضيه كل مره بنعيش شغلت عليه مع قضيه لكن الفطور ده مهم شديد يا ولد. ما كل مره بنساه ما في ذنب في الدنيا بيقول الشغل يخليك وجي جعانين دي تسمعني محاضره في المطبخ. معلش سامحها اختك الصغيره غصبا عنه. استاذ عبيد زيه امي جيب الرز ده معاك. حاضر جيب الرز كويس والله استاذ خطير جدا. ده راجل محنك حركاته التجارب تعرف الراجل ده كان في يوم من الايام عنده صولات وجولات في المحاكم ما بتجيب قدامه اي مشكله. الو عنده عقليه نادره استاذ خطير. تعال جيب حبه الشطه دي يا ولد. الشطه دي ما كويسه كلمتك مليون مره عندك المشروع ما تاكل الشطه. خلاص خلينا يضرك رشا حالته نفسه مقفوله. مش بالله يا بابا عايز ياكلنا بالشطه. يا عم يا عم يا عم خلينا نعمل استاذ العبيد واستاذ مينا. هي عادي يبقى يجي واحد هنا تشوفه تقول بس خالي خالي شبهه الخالق المعطيك بس كبير شوية كده. جا وين؟ جا هنا رشا. ماما طلعت هذا معاه مسافة كده في الشارع ومشيت لقيته هو واقف معاه. ما تخلي الولد ياكل. اسف شحات يا وقف شحات قرش ما انا بدل قرش هاي ارجع تحكي ما خلاص انا كلمتك انت مش كنت جعان اقول لك ده خلاص كويس رشا عندنا موضوع لكن بس الفرق شنو؟ بس خالي خالي طبعا صورته عندنا دي شكله شوية كده كويس ده كبير. اسمع يا رشا وثلاث طوالي عارف مسافة كده مع ماما جبت لها 1000 جنيه ابو مكان تعال من بابا مالك انت عبا مالي كده كويس مين شفت يا ابو اهو قام وخلي ليك الغدا يمكن شبه لا يا اختي غريبة. اسمعي انت متاكده انه بيشبه خالي؟ انا بقول لك شبه غريب وانا عشان كده اديته 1000 جنيه. اديته 1000 جنيه؟ متاكده من ملامحه كويس؟ خالص حلو. مالك يا عباس ما تغدر كويس؟ خلاص هاك اشرب الشاي وكنت ما داير تحلي. المجرم ده جابوا لنا شو؟ ما عارفه. يكون فكوه من السجن ويا عليه طوالي جاينا ليه؟ عايز مننا شنو؟ كيف يعني عايز مننا شنو؟ جاي يسلم علي انا اخته. ما يجي ولا يرد على وشنا، انت وش كمان يقابل بيه الناس؟ مش كفايه الفضايح اللي عملها لينا؟ ها؟ ما يجينا تاني ده مجرم ده انا لما اسمع بتكهرب انت يا سيرتو بتكهرب. وذاته بعد شافوا الليله ده ما هو علينا يجي تاني. ما يجي ولا يرد وشه علينا تاني. يا اخي ما يخلينا بحالنا عايز مننا شنو يا اخي احنا جايين نجيوه يا اخي. شوفي على العموم الراجل ده ثاني زوجها انا ما برحمه. عارفه يا سيد وزي ما قلت لك ما اظنه ثاني كرره. خالد مريم كويسة يا مريم استغفر الله العظيم. كيف انك يا اخوي؟ الحمد لله الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا مريم بركة شفتك طيب يا اخوي. الله يبارك فيك. ما صدقت جيتك يا اخوي استغفر الله العظيم الحمد لله على سلامتك والله الله يسلمك.
الله يبارك فيك يا اختي. الليلة حرامي ما بتفرق. عود كمان. مشيت اليوم الاثنين. اقعد اقعد يا خالد اخوي اقعد اقعد اقعد. اجيب لك شنو تشربه؟ ولا جعان؟ ما تقول اصلي عامله لحويكة بلحمة عجالي. والله جنبك ما تديه. وعايز اديك يا الكسرة زي الحرير. اتصق بيدك يا اخوي. دحين طاري طاري يا خالد. طاري طاري يا مريم. خلاص حس اجيب لك الاكل. يا خالد خالد تعال تعال يا اخوي تعال اقعد عشان تاكل. يا لطيف يا الله. ها قصيدك. خلي بلي انت بخيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا يا اخوي ان شاء الله. هناك الله. بسم الله. يكون هو ذاته يا رشا. والله ما عارفه لكن بيشبهه. يكون ماشي وين لكن؟ والله ما معروف. تعرفي؟ يكون ماشي لخالتي مريم. لو هو فعلا بيكون ماشي لها طوال. احتمال والله. انا حمشي. البيت زي ما هو يا مريم، قصه ما تغير. اي لكن بس عملنا شويه يعني صيانه فيه. صور البيت ده عمره اكثر من 50 سنة. قبل ما يدوني انا تخيل. اي اشتراه ابوي وانا لسه شافعه صغيره. لسه فيه الريحه القديمه. ريحه السنين. ريحه امي وابوي. اصيله ما فارقته. دحين طار يا خالد. لما كنت شافح صغيروني. تجري وتلعب. تلعب ودسدس انت واصحابك بالحوش الوراني ذاك. دحين طارين. تذكر كان في شجرة ليمون؟ اي وين الشجرة دي؟ والله بس الشجرة نشفت وماتت. براها والله يا خالد. اها قمنا قطعناها. لكن حسي شايف في شجرة وقتنا داخل في شجرة جديدة. شجرة صغيرونة. اي زرعناها. مفرهدة والله كويسة جدا. اي اي والله لكن الشجرة دي كانت حاجة ما معقولة. الشجرة دي ليمونة اصفر وكبار وطوالي في اي وقت. تصوري لما نجي ماشيين بجنبها نلقاها حتى. اي شجرة سمحة والله كانت. اهو المزيرة. المزيرة وينها؟ المزيرة كسرناها وبنينا فيها اوضه بهناك. الحاجه دي كسيمه منو هي؟ بتقيمه بتقيمه بتدعس لكم لسه؟ يا حليلك انت يا ابوي يا حليلك انت. بتقيمه ما بقت حاجه تانية خالص. كيف؟ اقيف ساي. اولا شيء اولاده ما شاء الله كبروا واشتغلوا واختربوا وبنوا ليها هداك يا البيت الحدادي ومدادي. والله ريحوها اخر راحه. غايته اخر عمر ارتاحت راحه تمام. والله لكن تستاهل يا مريم. اي والله تستاهل. مره طيبه 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 ما معقوله. اي والله تستاهل. وبنت احمد بالله كيف؟ الله يرحمها. مات الزمان. وساره يا مريم. انت شنو يا خالي؟ سالتك عن ساره اخبارها. أحواله وظروفه كيف؟ سارة عرست وولدت ما شاء الله عندها 6 من بيت لي ولد. لسه طاريها يا خالد.
وانا حسب نسيته يوم واحد. كنت دارت عريسه ما كده، يا ريت لو كان حصل. لكن كل شيء مقدر ومكتوب. ما قلت لي يا مريم خالتي عشا اللي كانت قاعدة معانا هنا في البيت مشت وين دي؟ والله يا خالتك عشا مشت قاعدت معاه ولده في الدمازين. هي لكن انت قاعد معاك من وين في البيت؟ الطاهر. الطاهر منو؟ راجلي. لكن انت اتزوجتي؟ اي ما كلمتيني. بس ما جات السيرة. ودي حصلت كيف؟ ربك من كرمه وجوده اداني راجل بعد ما افات فيني الفوات وبعد ما قنحت من العريس. حصلت كيف دي؟ جابوا لي خالق عبد الستار شغال معاهم في السوق ترزي. حصلت القسمه. لكن والله راجل هتراش وكلامه كبار كبار. والله سبحان الله. والله لكن فرحتيني، فرحت لك كثير والله. الله يبارك فيك يا اخوي. امشان يا مريم. هاي كداكيف ماشي في هاي بيت ابوك وين يا اخوي؟ يا اختي لا لا اسمعني اسمعني يا خالد عليك الا اسمعني. الاوضه البحوش دي براها مفصوله بس ابني لك حيطه واقفل الحته دي وافتح لك باب في الشارع. مريم يا اختي انا قعادي هنا ما في صالح يا اخوي. انا ما صدقت انت رجعت لي. ماشي تخليني وين يا ود؟ ماشي تخليني وين يا مريم؟ اسمعيني انت، انا ما جيتك في السجن فوعدتني وقلت لي خلاص تبت. اي والله تبت، والله العظيم تبت. ربنا يعلم. انا مش مي يا اخوي. يا اخي الحاصل شنو؟ الفات مات. الفات ما مات ولا بخلوه الناس يا اختي. ما لي غرض بالناس اصدق، ما لي غرض بالناس. الناس ما لهم مال. انا مشيت يا مريم. يا خالد خالي هنا يا خالة؟ ترخيص قدامك ومشى وين لكن؟ ما قال، لكن كان عادت في الشارع بتلقاه. طيب أنا أجي أحصل بسرعة.
يا ريس. ده شنو يا عرقلة؟ جبته من وين؟ براو جاني مدردق دوني حظوظ. دردق ودردق وليمه هناك بجوس يدريزك هسع. يلا يا دري يا مالو. هيا في عربية في الحل الغادي دي سيدة بيتها بر البيت. أها ونويت لك النية السوداء نصاص الليالي فك وقمت باللازم. وين كورناف؟ لا لا لسه عماجة. كايس الرزق بيجي وعيفة وكدسو. كدسو؟ الله يرحمه يا أخي. الله يرحمه كدسو. بالله متين كلامنا؟ طول يا أخي أنت وين يا أخي؟ إحنا ما سوق كمان ما شاء الله. طلع في لوري عفصوا لك حتة حتة. وسقالة؟ لا سقالة بيجي مرة مرة لكن ده كلهم ما فيهم فايدة. زول الفول فايدة وال فول عوض يا هو ضبة يا حليلو. ضبة ما فيه كلام. تمام. طبة قتلنا فيه يا أخي. أنت بتريده شديد يا ريس. الله هقول لك شنو والله يا 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 عرقلة ما طالبنا حليفة. سيرته ساكت كان جات أنا بفرح وبنشرح بحس بالدنيا دي كلها دايرة شني جواها. حسي كان جبنا لنا سيرة مليون جنيه ما كان جات. سلام. أهلا 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 يا كورناف. قريب قريب قرب قرب. أهلا معاك. ما في يا أخ مشي البراد. عرقلة أتناولك كبابي دي عليك الله. لسه ما جمعتها؟ لسه لكن ما حخلي أسكى للنهاية. كبابيك وين يا ريس؟ عندك فوق في الجخانون. أنا خايف العربية دي تغطس حجرك. الله لو ودتني التوج ما حخليها. طبعا يا ريس كراب ده تعرفه كويس راسه ناشف. يا ساتر ولا يهمك ولا يهمك. ليش كراف ده راسه ناشف كان نوع على شيء اللي يسويه ما راسه الناشف ده وحماقته دي والله كانوا دارين يودونا في دهية. كانوا دارين يودونا في دهية عديل المرة اللي فاتت. يا الله يا الله يا الله تخارجنا. كرناف. ايوه ريس. اعمل حسابك المرة دي كان وقعته بتقضي باقي عمرك في السجن. ما تخاف علي يا ريس عامل حسابي كويس. شوف لك مفك ولا حاجة يا أخي طعم لنا خلينا نشرب ذاته الروق. لا 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 بتصاد 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 الروقة واجبة بتصاد. عندك له أمور يا واحدة في واحدة ايدي كده ودي تجي فوق دي صاطت خلاص. رئيسنا ما تفتيحة يا خد يا معلم. ودي كده ودي تجي فوق دي اتساطت. اشكرك ستين بلك. وسدي بيشرب سكر خفيف. الله يجيبك لي انا يا ضبح. والله يا سرى إلا يفوت. قر علي يا أخوي قر علي يا ودفمي يقول مش وين وقاعد وين ومعامنا يا أخوي. عاد نسوي شنو يا أمنا يا أختي قدر ما نظمت معاه أبا. قلت له أقعدين في بيت أبوك عندك فيه زي ما عندنا. صح لكن أبا يسمع الكلام بس يكون فات وين قبل وين يا مريم يا أختي. خاف يسبب لنا المشاكل عشان كده فات من يوم حساس ونفسه عزيزة عليه عشان كده خايف قعاده يضايقنا. يضايقنا في شنو يا مريم يا اختي؟ حس عليك الله كان قاعد ماله. ننظم الحقيقة يا امنا يا اختي يا بنت امي من يوم عارف اهله كويس واقرب الناس ليه ما داير انه
عشان كده فات. خاف قعاده يفتح الجروح القديمة كلها. طلبتك بالنبي يا مريم يا أختي ما تجرحيني أكثر من كده. أنت عارفة عباس براك؟ عباس ما مريحني. بزور بك العفو. الله يعلم لي. الله يعلم لي في سماه بريده. كر علي يا خالي يا أخوي. كر علي يا أمي. كر علي يا حبيب كساية. في شعور غريب ما قادر افسره بشيء قدامي له. ارتباط بيني وبينه. انا برضو كمان يا عادل. رغم انه ما بتذكر شفته من تاني. لكن متعلقه به شديد. يمكن يا رشا لانه منبوز من الاسره احنا بنشفق عليه. وانت ما عارفه يا عادل. لكن مسكين هو تعذب شديد يعني. هسه حنعمل شنو احنا؟ حفتش. حقلب عليه الدنيا يا رشا. انا لازم القاه. عايز القاه واقعد معاه. واحكي. بعرف كل التفاصيل الغايبة عننا. دخلنا يا رشا. لكن ما خايف من ابوي انت عارف انه عارف. لكن لو لقيته حتصرف. بس كيف القاه؟ يا عمي طيب ها بالنسبة للكريستال. الكريستال هو نفس النوع ده ولا النوع القديم اللي كان عندنا؟ نفس النوع ما عندنا كان. طيب حسيت شحنت منه كمية يعني؟ شحنت لك منه الكمية المطلوبة يعني. طيب شحنت عن طريقات الشركة. وطلت بكره بعد بكره نمشي نمشي اخلصها لك يعني ما بكون فيها مشكله ان شاء الله. انت بتعايق مالك انت ده ما تخيل يا اخي ده الزول ضب المجرم ده تخيل؟ ما بعرفه ضب دمه ضب المجرم كده هي انا شوف انا خليت ان شاء الله. يا سيد يا سيد قوم على حيلك قوم قوم ضب ها قوم على حيلك ان انا ما عارفك قوم على حيلك قوم قوم يا اخي اللي متفضل كويس ماشيين يا ولد مع سلامة الله مع السلامة مع السلامة الله يسهل لك هو انا ما اعرفك يعني امشي يا خمش يلا مفروض ابعد بعيد يختفي يسافر ابعد من الناس عشان ما يسبب لاهله الحراج. انت يا عباس ما ملاحظ انه خالد ده تعب كثير ويتبهدل كثير وبشتم كثير وسجن كثير وتشرر كثير واتحرم كثير وبعدها مفروض خلاص ارتاح ارتاح يرتاح ارتاح وين؟ وريع عباد الله عشان ارتاح ده اسمه سعي يخلي الناس ترجف اي زول تجيب لي سيرة اسمه ها والله يقوم له يقول لك ضبة قلع ضبة سرق ضبة كسب قلت لك ده اتعب عباد الله والعياذ بالله انت ذاتك بالمناسبة بعد كده المفروض تنسيه وشيليه من بالك خالص بيقول شنو؟ انسيه شيليه من بالك خالص بأمان الراجل ده طاربني بحاجات ما عاد يا اخواني كيف يعني في زول بين سلاحه ودمه؟ ده اخوي لحمي ودمي هالدم بيبقى مويه اللحم ودمك ده فاسد دي قوه بطال قوه مانع ده مجرم والعياذ بالله سبته ساي تخلي الناس تلجف وانت ما جايب الخبر ساكت We'll be right back.
يا غيلة جيب كاميرك يا زول يا زول يا زول